السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبتي في الله حياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا في درس جديد. خلال حصة اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية إنشاء أحداث خاصة بالكائنات التي سوف نقوم بإنشائها. كما تعلمون معي جميعا تعرفنا طيلة الدروس التي رأيناها في مواضيع كثيرة على بعض الأحداث مثل الحدث كليك المرفق مع الزر، والحدث سيلكتد أند إكستشينجد المرفق مع الكومبو بوكس، والحدث فورم لود المرفق مع الفورم. يعني بعض الأحداث التي رأيناها وذكرنا بأن الأحداث هي يعني ردة فعل إزاء عمل معين. حينما يقوم المستخدم بعمل كليك يتم تنفيذ إجراء معين، هذا الإجراء يسمى ميثود هاندلر. يعني هذا الإجراء يتم تنفيذه عند إصدار حدث معين، فعندنا حدث وعندنا إجراء، هذين هما المكونان اللذان يعني يعطيان للمستخدم النتيجة عند كل حركة يقوم بها. يقوم مثلا بالذهاب واختيار قائمة معينة، هذا حدث. يقوم بنقل المؤشر من مكان إلى مكان، هذا حدث. يضغط على حرف من الكيبورد، هذا حدث. يقوم بإغلاق الشاشة، هذا حدث. مجموعة من الأحداث. فاليوم بحول الله أو في هذه الحصة سوف نتعرف على كيفية القيام بإنشاء أحداث داخل كلاس، وكيف نقوم بتجربة هذه الأحداث، وكيف تتفاعل هذه الأحداث مع العمليات التي يقوم بها المستخدم. تعالوا بنا على بركة الله ندخل إلى الكود ونقوم بإنشاء كلاس بنا. الكلاس الذي سنشتغل عليه إن شاء الله هذه المرة يكون مثلا كلاس للمنتجات. يعني عندنا منتج معين موجود عندنا في المخزن كمية محددة، فحينما نريد أن نبيع بعض الكميات من هذا المنتج نراقب، يعني سنقوم بإنشاء حدث يراقب الكمية المراد بيعها. إذا كانت أكبر أو تجاوزت الكمية المخزنة ننفذ الحدث، يعني نطلق الحدث ونظهر له رسالة بأن هذه الكمية المراد بيعها خلاص لم تعد موجودة. يعني مثال بسيط بحول الله سيمكننا من فهم الصيغة الأساسية للأحداث، كيف نقوم بإنشائها وكيف تعمل الأحداث. سنقوم بإنشاء كلاس هنا، كلاس برودكت مثلا، ودائما ذكرنا أنه من الأفضل أن نبدأ اسم الملفات أو اسم كل وحدة باختصار لها، كلاس سي ال اس، موديل ام دي ال، فورم اف ار ام، وهكذا دوالك. كلاس برودكت هكذا. هذا الكلاس سنضع به حقلين، الحقل الاول يكون مثلا كوانتيتي يعني الكميه الموجوده من هذا المنتج از انتجر، ثم الكميه المباعه نسميها مثلا purchased كوانتيتي مثلا as integer. فقط مثال بسيط سنكتفي بهذين الحقلين. بعد ذلك أحبتي في الله سنقوم بإنشاء الحدث. الحدث يعني هو مثله مثل الإعلان عن المتغيرات، نعلن عنه بالكلمة المحجوزة event. نكتب event ثم نكتب اسم الحدث مباشرة، وليكن مثلا on exceed quantity، يعني حينما يتم تجاوز الكمية يتم إطلاق هذا الحدث. وإذا أحببنا نقوم بالاكتفاء بهكذا، يعني الحدث يكون هكذا عبارة عن هذه الصيغة، ليست لديها أي بارامترات، ويمكننا كذلك أن نضيف إليه بارامترات. بارامتر مثلا نظهر له الرسالة المراد عرضها، تكون مثلا message as string. يعني حينما يتم تجاوز الكمية يتم إصدار رسالة معينة message هكذا. الآن أحبتي في الله سنقوم بإعطاء قيمة بدئية للكوانتيتي، يعني ما هي الكمية الموجودة من هذا المنتج. نضعها داخل الكونستركتور مثلا، ننشئ الكونستركتور مي دوت كوانتيتي يساوي كم، نعطيه مثلا 7، يعني الكمية الموجودة عندي من المنتج الذي أشتغل عليه الآن هي 7، الكوانتيتي 7. والبورتشيزد كوانتيتي كم، يعني الكمية المباعة الآن لم نبيع شيئا، يعني سنعطيها قيمة بدئية 0. يوجد لدي في المخزن 7 حدث من هذا المنتج، والكمية التي تم بيعها إلى حد الآن هي 0. يعني حينما يتم إنشاء أوبجكت من الكلاس برودكت سيتم إسناد القيمة 7 للكوانتيتي الخاصة بهذا الأوبجكت، وسيتم إسناد القيمة 0 للكمية المباعة عند إنشاء الأوبجكت، لم يتم بيع أي نسخة منه، وبالتالي ما يزال عدد الوحدات المباعة هو 0. هذه العمليات أو هذا التصفير إسناد القيم البدئية سيكون في الكونستركتور، والكونستركتور كما نعلم جميعا يؤدي دوره عند عملية الاستنساخ، يقوم بإسناد قيم بدئية لحقول الفئة.
الآن أحبتي في الله سننشئ الإجراء الذي نريد منه أن نتحقق من الكمية. سنسميه مثلا، نكتب public sub purchase، يعني عملية البيع. عند كل عملية بيع سنزيد قيمة purchased quantity بواحد، purchased quantity plus يساوي 1. نكتبها هكذا أو نكتبها purchased quantity plus 1، كلا الصيغتين صحيحتين. عند كل عملية بيع سنزيد في المتغير الخاص بالكمية المباعة 1. باع المرة الأولى نزيد 1، باع المرة الثانية 2، 3، 4. إذا أصبحت الـ purchased quantity أكبر من أو يساوي الـ quantity، يعني إذا وصلت إلى 7 أو تجاوزتها، ما الذي سنعمله؟ سنظهر رسالة. طبعا الرسالة نحن سنمررها هنا، يعني حسب الصيغة التي نريد. الرسالة سنضعها في الكود حينما نستدعي هذا الحدث، يعني هنا نقوم بإطلاق الحدث. إذا كانت الكمية المباعة أكبر من الكمية الموجودة، نقوم بتنفيذ الحدث الذي أسميناه on exceed quantity، يعني raise event. هنا مباشرة يجلب لي الأحداث التي أعلنت عنها. الحدث الموجود لدي هو on exceed quantity. سأفتح القوس، سيطلب مني المسج الذي أريد عرضه عند حصول هذا الشرط. عند حصول هذا الشرط أريد أن تظهر لي الرسالة الثانية مثلا، عذرا لقد نفذت الكمية المخزنة من هذا المنتج. طبعا مثال بسيط، المفروض يعني أن نتعامل مع منتجات كثيرة وألا تكون بهذه الطريقة، يعني حينما ننشئ ونعطي يعني تفاصيل المنتج، اسم المنتج، وصف المنتج وما إلى ذلك، ثمن بيع المنتج. نحن نريد فقط أن نتعرف على آلية اشتغال الأحداث، هذا هو ما يهمنا خلال هذا الدرس. أعيد الشرح أحبتي في الله. أنشأنا كلاس أسميناها كلاس برودكت. هذه الفئة مكونة من حقلين، الكوانتيتي والبرتشيزد كوانتيتي، الكمية الموجودة والكمية المباعة. ثم أنشأنا حدثا، الحدث ينشأ بالصيغة event، وإذا أحببنا أن نعطيه بارامترات نعطيه بارامترات، وإذا لم نحب ذلك، يعني عندنا event دون بارامترات، ننشئه دون بارامترات. ثم في الكونستركتور قمنا بإعطاء قيم بدئية لهذين الحقلين، الكوانتيتي يعني الكمية المخزنة من المنتج أعطيناها 7، والكمية المباعة 0، لم يتم بيع أي شيء عند إنشاء الأوبجكت. فهمتم كيف؟ وهنا أنشأنا إجراء أسميناه purchase، يعني عند كل عملية بيع سيتم تنفيذ هذا الإجراء. عند كل عملية بيع سيتم زيادة الكمية المباعة بواحد، علما أنه يمكننا الاستغناء عن الكمية المباعة في هذا المثال والاشتغال بالكوانتيتي فقط. بدل أن نزيد الكمية المباعة بواحد ننقص الكمية الموجودة ناقص 1. فهمتم كيف؟ يعني بدل أن تكون زائد 1 نشتغل بحق الواحد وهو الكوانتيتي، وفي كل بيع ننقص الكمية بواحد إلى أن تصبح 0. هنا يصير الشرط if quantity يساوي 0 then raise event. فهمتم كيف؟ فالraise event تقوم بإطلاق الحدث. عند تحقق هذا الشرط سيتم إصدار هذا الحدث. هذا كل ما في الأمر أحبتي في الله. الآن سنتعرف على كيفية الاستفادة من هذا الكلاس من أجل تنفيذ هذا الحدث عند بيع كمية أكبر من 7 من منتج مستنسخ من الكلاس product. تعالوا بنا نضيف زر، هذا الزر مثلا خاص بعملية الشراء. عند كل ضغط عليه يتم زيادة الكمية المباعة بواحد. نغير نصه إلى مثلا شراء وندخل إليه. هذه الكلاس، مع العلم أنه يمكننا وضع الكلاس داخل ملف منفصل عبر الذهاب إلى Solution Explorer كما رأينا في دروس سابقة، ثم نضغط على Solution، على Solution، ونأتي إلى Add ونختار كلاس من هنا. يمكننا كذلك وضعها داخل موديل، إنشاء الكلاس ووضعها داخل موديل. يعني في جميع الحالات يمكننا إنشاء الكلاس سواء داخل الكود الخاص بالكلاس فورم 1 أو داخل ملفات أخرى. الآن أحبتي في الله سنأتي هنا أعلى وننشئ أوبجكت من الكلاس برودكت. ولكن نقطة مهمة جدا، حينما نريد أن ننشئ أوبجكت يعني مرتبط بأحداث، أوبجكت لديه أحداث مثل حالتنا هذه، أي أوبجكت سنستنسخه من هنا، هنالك أحداث لدي حدث هنا on exceed quantity. ففي هذه الحالة أضيف الكلمة، يعني أكتب دين كما جرت العادة، لكن أكتب with events. هذه هي with events، يعني أن هذا الأوبجكت الذي سأنشئه الآن مرتبط بأحداث. ثم أكتب اسم الكائن الذي أريد، يكون مثلا my product as new class product. هكذا ننشئ الأوبجكت من الكلاس. ولاحظوا معي أن الكائنات التي تكون مرتبطة بأحداث
لا بد أن نضع لها الود إيفنتس. مثلا الكائن هذا الزر الذي سحبناه الآن هو عبارة عن كائن مستنسخ من الكلاس باتن. هذه فكرة، يعني الكلاس باتن استنسخنا منها اوبجكت اسمه باتن، والباتن مرتبط بأحداث كما نعلم جميعا، لديه مجموعة من الأحداث. لو أتينا الآن إلى الكود ديزاينر الذي يكتب تلقائيا، نختار شو اول فايلز ثم نأتي إلى الكود ديزاينر هنا، سنجد أن إنشاء الباتن 1 تم بواسطة الويد ايفنتس. لاحظوا friend with events button 1 as button، كائن مستنسخ من الكلاس button with events يعني ومعه أحداث. لو سحبت أي أداة أخرى مثلا، كل هذه الأحداث يعني كل الأدوات مرتبطة، كل هذه الأدوات مرتبطة بأحداث. التكست بوكس مثلا، لو عدت الآن إلى ديزاينر من هنا designer.vb، سنجد بأن التكست بوكس أيضا تم الإعلان عنه بواسطة with events. هذا من جهة، من جهة أخرى أحبتي في الله قمنا بإنشاء الكائن. الآن سننشئ له الميثود هاندلر. الميثود هاندلر يعني حينما يتم التحقق من الحدث نريد تنفيذ كود معين، فهمتم كيف؟ مثل هذه عبارة عن ميثود هاندلر، هذه الميثود سيتم إصدارها عند الحدث كليك، يعني هاندلز كليك الخاص بالباتن 1. هذه عبارة عن ميثود، عبارة عن إجراء يتم تنفيذه عند حصول هذا الحدث. فنفس هذا الكلام سننشئ مثله صاب مثلا، نسمي مثلا my product method مثلا، ولازم الهاندلر يكون لها نفس الارجيومنتس الخاص بالايفنت. الايفنت لدينا يستقبل بارامتر واحد وهو المسج string. هنا مثلا في الباتن 1 كليك يستقبل بارامترين sender والe، sender as object والe as event args. نحن هنا يستقبل بارامتر من نوع string، يعني نكتب له مثلا message نفس الاسم اذا احببنا، او نغير الاسم as string. ثم نكتب handles، يعني هذا الميثود سيتم تنفيذه عند حصول الحدث، اي حدث. نكتب اسم الاوبجكت لدينا وهو my product ثم دوت، سيجلب لي جميع الاحداث الموجوده في الكلاس التي استنسخنا منها هذا الاوبجكت. لدي حدث واحد وهو unexceed quantity، اقوم بتحديده ثم اضغط على انتر. لاحظوا الان قمت بانشاء الميثود هاندلر، هذه الميثود التي سيتم تنفيذ اوامرها عند حصول هذا الحدث unexceed quantity. وضحت الفكره احبتي في الله. الان اذا احببت ان اعرض الرساله طبعا هذه سيجلبها من الحدث، يعني اتي واكتب message box مثلا واعرض الرساله مباشره message التي ستاتيني في الارجيومنت هنا. لكن هنا لم نقم، يعني الكميه ستبقى عند استنساخ الاوبجكت، ستبقى الكميه 7 والكميه المباعه 0. نحن نريد يعني نضع هذا الزر مثلا، نلغي هذا التكست بوكس خلاص لسنا في حاجه اليه. هذا الزر شراء، عند كل شراء نقوم بتنفيذ البورتشيز، يعني عند كل عمليه بيع سنقوم بتنفيذ هذا الاجراء، فبالتالي ستتم زياده الكميه المباعه في كل ضغطه كليك الى ان تصبح 7، فيتم تنفيذ هذا الميثود هاندلر الذي يؤشر بدوره الى هذا الحدث، وبالتالي عرض هذه الرساله، عذرا لقد نفذت الكميه المخزنه من هذا المنتج. وضحت الرؤيه احبتي في الله. تعالوا بنا ننفذ يعني هذا الكود الكليك الخاص بالزر. نريد عند كل كليك ان ننفذ اجراء البيع، يعني my product اسم الكائن دوت دوت ماذا دوت purchase، هكذا باختصار. يعني عند الضغط على الزر 7 مرات المفروض ان يتم تنفيذ هذا الميثود، لانه عند البيع 7 مرات سيتم raise event للحدث، سيتم اطلاق الحدث. ننفذ على بركه الله ونشاهد، يعني المبيعة الأولى من المنتج، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة. لاحظوا عذرا لقد نفذت الكمية المخزنة من هذا المنتج. وبالفعل يعني حينما بعنا 7 وحدات من المنتج ظهرت هذه الرسالة، لأن البورتشيزد كوانتيتي صارت مساوية للكمية المباعة، صارت أيضا قيمتها 7، وبالتالي تم إصدار الحدث الذي ينفذ عند حصول هذا الشرط الذي وضعناه في الإجراء بورتشيز في الكلاس برودكت. وهذا هو الايفنت، صيغه الاعلان عن الايفنت هي ايفنت، ولاطلاق الحدث نكتب رايز ايفنت. الحدث ممكن ان يكون لديه بارامترات وممكن ان لا يكون لديه بارامترات. هنا في الميثود هاندلر قمنا بعرض نص الرساله التي ستظهر عند تنفيذ الحدث، وهنا في الزر قمنا ب يعني النداء على اجراء عمليه البيع. نستطيع ان نحسن المثال اكثر
يعني تستنير الفكرة في أذهاننا، نضع ليبل هنا مثلا أسفل هذا البطن، وعند كل عملية شراء، عند كل عملية شراء تظهر الكمية المباعة هنا مثلا ليبل 1.txt. لكن قبل ذلك دعوني أعلن عن متغير هنا بيم counter as integer يساوي 0، ثم me.label1.text تساوي ماذا؟ تساوي counter. وطبعا عند كل كليك، يعني عند كل عملية بيع، سنضيف الكونتر بواحد بلس 1، يعني في المرة الأولى ستصبح هنا 1 2 3 إلى أن تصبح 7، فتظهر لنا الرسالة التي تفيد بأن الكمية المخزنة من هذا المنتج قد نفذت. وسأضع هنا نص معين مثلا، تم بيع المنتج مصحوبا برقم الوحدة، يعني المنتج الأول الثاني الثالث إلى آخره. تم بيع المنتج الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس. هنا عذرا، لقد نفذت الكمية المخزنة لأننا سبقنا البرتشيز على الرسالة. لو وضعنا الليبل يعني قبل البرتشيز ستظهر تم بيع المنتج 7، يعني فقط هنا مسألة ترتيب. أرجو من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في شرح مفهوم الأحداث وكيفية إنشائها وكيفية استدعائها واستخدام كائنات والإعلان عن كائنات مرتبطة بأحداث. ذكرنا أن الصيغة هي with events، حينما يكون عندي أحداث أعلن عن الأوبجكت بالصيغة with events. نكتفي بهذا القدر خلال هذه الحصة، على أمل أن ألتقي بكم في حصة قادمة إن شاء الله. دام لكم البشر والفرح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.